السوداني له ألوان متعددة وكثيرة، منها الدلوكة ومنها غناء الحقيبة والصوفي والحديث. يا ريت نتعرف على كل من هالألوان هاي ونسمع مقطع من أشهرها هو الدلوكة. الدلوكة لفظ يطلق على الآلة الإيقاعية، وهي طبل كبير تصاحبه طبول صغيرة. نعم. ونفس اللفظ يطلق على الإيقاع. نعم. نفس الإيقاع، الآلة والإيقاع. فإيقاع الدلوكة منتشر في مناطق عديدة من السودان، وهو كما ذكرت ملمح عربي هذا الإيقاع. وهنالك إيقاعات مقاربة، مثلا إيقاع النحاس وجدته في منطقة نجد، إيقاع النحاس وقريب من إيقاع الدلوكة السعودية. نعم. وإيقاع الدلوكة في الغالب يتصل بأغاني الحماسة، كلها أغاني الرجولة والحرب، ويبشر بهذه الحماسة. طب قبل ما نسمع مقطع من لون الدلوكة، تعرفنا على غناء الحقيبة. نبدأ أحسن بالدلوكة لأنه هي السابقة، غناء قديم، وناتي نتدرج حسب الجانب. هذا هو إيقاع الدلوكة. يسلم لي حال فاطمة ليهم بلالي، قلبي للرجال عطوة. يسلم لي خال فاطمة لأم بلالي، قلبي للرجال. أبكريك في اللجج صدر حبس الفجج، خال فاطمة قبل الوجج، انا اخويا مقلام الحجج، خال فاطمة ليهم بلالي، قلبي درجال عطلة. يسلم لي خال فاطمة يا خريف الرتوع، ابشق قمر السبوع، خال فاطمة ليهم بلالي. فوق بيته بسند الجوع، يا قشاش الدموع، خال فاطمة ليهم بلالي، قلبي درجال عطلة. يسلم لي خال فاطمة. هذه القيم سوف أحاول في إيجاز أن أشرح ما ورد من معاني. وقناعتي أننا إذا أردنا أن نتعرف على شخصية بلد وشعب من الشعوب، لا بد لنا من أن نعود إلى الوراء ونتعرف على التراث والمعاني، لأن المعاني هي التي تحكم الناس في قيمهم وفي تقاليدهم وفي مسارهم الحياتي. فالسودان السوداني ترعرع على هذه القيم، يعني هو يستمد قيمه من القرآن الكريم ومن ما ورد في الأمثال والأغاني وكل هذه الأنماط. فالأغاني القديمة كلها تبشر بالفروسية وبالكرم. هذه فتاة تغني لخالها فتقول يسلم لي خال، نحن فاطمة، هي فاطمة، يسلم لي، يسلم لي خال فاطمة البدرج العاطلة. يدرج يهتم ويهتم بالضعفاء، والعاطلة هي المرأة الضعيفة التي ليس لها من عائل. فأبكريك في اللجج، أبكريك هذا يطلق على التمساح. اللجج اللجج جمع لجة. نعم. في النيل. أبكريك في اللجج سدر، سدر ظهر حتى صدري، سدر حبس الفجج، حبس منع. نعم. الفجج جمع الفجة، المكانة
وهي كلمة عربية فصيحة. نعم. كل الكلام السوداني فصيح. نعم. عشميك حبل الوجد وانا اخويا مقلام الحجد. مقلام يقلم، يقول قلم اظافره. نعم. لكن هو مقلام ليس للاظافر وانما للحجج، جمع حجة. نعم. كل شخص يثير حجة فهو من حيث قوة عارض العارضة وقوة المنطق كأنما يقلم هذه الحجج. يا خريف الرتوع، الخريف عندما تسخط الأمطار. نعم. تنمو الأعشاب فترتع البهم وترتع الماشية في الخريف، بل الناس يصفو الجو ويميل إلى البرودة، فالجميع كل حتى الطيور ترتع في الخريف، فهي تشبهه بالخريف. يا خريف الرتوع، وليس الخريف العادي. نعم. الخريف الجيد الذي يرتع فيه الناس. يا خريف الرتوع أبشق قمر السبوع. القمر عندما يكتمل 7 أيام. نعم. عندنا نحن قمر سبوع وقمر دورين، الدور هو الأسبوع. أبشق قمر السبوع، أبشق الهلال دي يشق إيه؟ يشق السحاب. نعم. فهي تشبهه بالهلال عندما يظهر من السحاب وكأنما هو يشق السحاب، بالطبع السحاب هو الذي يتحرك. فيا خريف الرتوع أبشق قمر السبوع فوق بيته بسند الجوع. عندما يأتيه الإنسان الشخص الجوعان فهو يقدم له الطعام، يسند كأنما يسند الإنسان فوق بيته بسند الجوع. يا قشاش الدموع، هذه يمكن تكون واضحة. نعم. إنه يمسح دموع المساكين. نعم. والمغمومين. هذا بالنسبة لهالإيقاع. بالنسبة للإيقاع الثاني هو أو اللون الثاني الحقيبة. أنا أنه في كتير تشابه بين اللونين، يعني نفس الإيقاع تقريبا. لا هذا لا 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 لا. هذا إيقاع الحقيبة. أي لكن والدلوكي هذا الأقرب للخليجي أو لنجد. طيب السودان غني بالإيقاعات، يعني حتى اللونية الغنائية، يعني أنا عندما قلت في السودان نتعامل مع الخمسة أصوات كان هذا تعبيرا مجازيا،
لكن في بعض مناطق غرب السودان نجد السلم كامل، وعندما تستمعين إليه كأنما تستمعين إلى أغنية خليجية بهذه الطريقة. في شيء مشترك دائما بين الدول العربية يعني. كيف يبدو هذا اللحن؟ يا نجد النعسان وديت رديت السلام، ما في عمير الدواء ما في عمير الدواء. هذا من غرب السودان. نعم. طيب استاذ عبد الكريم، ما في شك بانه الجمهور في السودان مثل معظم الدول العربيه بيتلقى الاغاني العربيه سواء كانت سوريه او المصريه او المغربيه او الخليجيه. الى اي مدى بيتجاوب الجمهور السوداني مع الاغنيه السودانيه الخاصة فيه وبالتالي مع الأغنية العربية الوافدة له؟ في المكان الأول يتجاوب مع الأغنية السودانية. نعم. هذا بلا شك، ولكن لا أعد الحقيقة إذا قلت بأن السودان منفتح على فنون البلاد العربية بصورة قد لا تخطر على خيالات وأذهان الإخوة العرب في البلاد العربية. ولا يقتصر الأمر عند الغناء، لا، إن السودان قد تفاعل مع كل هموم الوطن العربي. تفاعل غناء وتجاوب فنا، الذي أقصده بالتحديد، وما كنت أود أن أتعرض لهذا الموضوع، أن البلاد العربية لا تحتفي بالغناء السوداني أو بالإبداع السوداني كما يحتفي السودانيون بغناء البلاد العربية. ومن هنا عرجت على الاهتمام الوجداني بالقضايا. نعم. غنينا للجزائر في إبان كفاحها. نعم. يا جناح الشوق طرب يا جناح، قدمت هذه الأغنية، يا جناح الشوق طرب يا جناح عبر هاتيك الروابي، واحمليني وانثريني يا رياح عبر هاتيك الروابي، كي أرى الأرض الفتية غسلتها بالدم القاني الشرايين الزكية، فلها ألف سلام ولها ألف تحية. غنيت لفلسطين. في 67 هذا مارش. بدمي سأكتب فوق أرضك يا فلسطين اسلمي، وأموت يا يافا شهيد الوعد واسمك في فمي. بدمي سأكتب فوق أرضك يا فلسطين اسلمي، وأموت يا يافا شهيد الوعد واسمك في فمي. وأخي سيحمل مدفعي وأبي سيحمد مصرعي، وأخي سيحمل مدفعي وأبي سيحمد مصرعي، وأنا على أرض النبوة لست أنكر مضجعي. حيفا إليك مع المهول المعلم، أنا قد نسيت اسمي أنا رقم يطوق معصمي. سأسير يا حيفا إليك مع المهول المعلم، أنا قد نسيت اسمي أنا رقم يطوق معصمي. والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي، والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي، سليهم عني فقد شهدوا لأجلك مصرعي. آخر القصيدة هذا. نعم. طبعا فيها كورال ومن الصعوبة. واضح واضح واضح. طيب فغنينا لكل حركات النضال في الوطن العربي وفي الوطن الإفريقي، وهذا دليل على حيوية الوجدان السوداني. نعم. فالغناء العربي الوافد معروف بالنسبة للسودانيين. نعم. بل هنالك إدمان
يعني السودانيين فعلون مع سيدة أم كلثوم ومع عبد الوهاب ومع عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان وكل هذه الأسماء والغناء الراقي. لأن الشعب السوداني شعب متأمل وشعب شاعر، فالغناء الذي يحمل مضامين محبوب بالنسبة للسودانيين. في الفترة الأخيرة بالطبع كما درجت على القول دوما، بدأ أولادنا وشبابنا يسمعون للأسف بأرجلهم، لا يسمعون إلى الغناء بآذانهم وعقولهم، وهذه قضية كبيرة وقضية، لأن الفن الغنائي يمكن أن يخاطب العقل وممكن أن يخاطب الأرجل بالحركة. أغنية أراك عصية الدمع اللي غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم ولحنها رياض السنباطي على سلم السباعي، إنما لحنتها أستاذ عبد الكريم على السلم أفق السلم الخماسي. يا ريت تحكي لنا عن هاي التجربة هاي، ونستمع بعدين لمقطع من لحنك أنت لهالأغنية هاي. أنا مغرم بالأدب العربي بتركيز على الشعر، وكنت أهتم في فترة الدراسة بالمعلقات القديمة، وربما قادني هذا الحب إلى الالتفات للتراث الشعب السوداني، لأنني وجدت فيه من الأخيلة ومن الجماليات ما لا يقل عن الشعر العربي القديم. فهذا الاهتمام بدوره قادني إلى أغنية أراك عصية الدم، وعندما وضعت لها اللحن بالنغمة السودانية أو بالصوت السوداني، كان ذلك قبل ظهور لحن الأستاذ السنباطي. قبل؟ نعم، ربما بسنتين أو أكثر. طيب يا ريت نسمع. جدا، هي طويلة وهي أغنية. مقطع صغير بعد. أغنية أوركسترا. لأنه فيها موسيقى ومقدمة ونقلات متعددة. بسطت
يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. إذا الليل أضواني إذا الليل أضواني 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 إذا الليل أضواني. بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. وفيت وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لغانية إن حيت شيمتها الغدر. تكاد تضيء النار تكاد تضيء النار تكاد تضيء النار. بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. هذا المقطع الأول. طيب أستاذ عبد الكريم، لو كونك حضرتك محاضر وباحث موسيقي وصار لك باع طويل في هذا المجال، نتحدث عن دور الفن في تقريب المزاج بين الدول العربية والجمهور العربي بشكل مختصر طبعا. والله لأنه هذا الأمر من أساسيات اهتماماتي، وفي هذه الزيارة الطيبة سرحت في خيالات عديدة. هذا التقدم الذي وجدته في سوريا الحبيبة، في التقنية، في كل أوجه الحياة، وكنت أفكر بصوت مسموع بيني ودواخلي عن حتى التكامل الاقتصادي، السودان بوفرته، وهو موضوع لا أريد أن أخوض فيه، ولكن قناعة الراسخة بأن الجانب الإبداعي جانب مهم لأبعد الحدود، وما ذلك إلا لأن الفن يخاطب وجدان الإنسان، ويستمد الفن قيمته من قدرته على الإقناع من خلال التأثير. إن وجها بهذه الضخامة وبهذا المعنى حسب تقديري يتسم ليس بالأهمية وحدها ولكن بالخطورة. لذلك أفتقد الاهتمام بهذا الجانب، لأننا إذا ما تعارفنا من خلال الإبداع لتقريب المزاج الواحد، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا المزاج الواحد، إذا تعارفنا عن طريق الفن والإبداع يقيني سوف نختصر مساحات زمنية كبيرة تفضي بنا إلى كل الألوان الاقتصادية وإلى آخره. وبالنسبة لنا الوطن العربي وسوريا بالتحديد، في سنة 45 عندما ضرب البرلمان في سوريا تجاوب معه الإخوة في بلاد عربية كثيرة ومن بين تلك البلاد السودان، وقال أستاذنا المربي الكبير عليه الرحمة أحمد محمد صالح الذي كان في يوم من الأيام عضوا بمجلس السيادة، قال قصيدة صبرا دمشق، نشرت القصيدة تحت عنوان مهد الحرية ومهر الحرية،
نشرت بجريدة الرأي العام في عام 1945. يقول فيها شاعرنا: صبرا دمشق فكل طرف باكي، لما استبيح مع الظلام حماكي، جرح العروبة فيك جرح سائل، بكت العروبة كلها لبكاك. جزعت عمان وروعت بغداد، واهتزت ربا صنعاء يوم أساك، وقرأت في الخرطوم آيات الأسى، وسمعت في بيروت أن تشاكي. الزعفران مشت عليه كآبة لما استبد السيف في مغناك، والروضة الفيحاء روع ركنها لما تعفر بالثرى خداك. ضربوك لا متعففين سفاهة، لم تأتي إثما يا دمشق يداك، ورماك جبار يتيه بحوله، شلت يمين العلج حين رماك. أين الغسل الغساسنة الأولى دانت لهم، عرب الجزيرة يلثمون حصاك، إلى آخر. فهذا ما كان من أمر قصيدة كتبها مربي كريم سوداني وهو على البعد، لم يأتي إلى الشام، ولم يتعرف على كرم أهلها الفياض، ولم تتأثر دواخله بالقرب المباشر. ماذا لو كان عاش هنا قبل تلك الحادثة؟ وقد أثنى الأستاذ العقاد على هذه القصيدة وكتب بأنها تفضل قصيدة أمير الشعراء شوقي في ذلك الوقت. فهذا ما أعنيه نموذج، يعني أعطيتنا هلأ للتداخل والفن. نعم. والفن كما أسلفت خطير لأبعد الحدود، ما في شك له دور كبير. نعم، يقرب وجهات النظر. فكم أتمنى، وأنا لا أقصد في 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 هذا الذي أتعرض له بالتعرف على ألوان الغناء أو المسرح فقط، لا، أنا أرمي إلى تمازج حقيقي. لماذا لا يكون هنالك إنتاج مشترك في التمثيل، الدراما، في الغناء؟ يعني ليس من الصعوبة أن يكون هنالك لحن سوداني وتؤديه مجموعة من السودانيين ومن السوريين ومن اليمن ومن الأردن ومن منطقة الخليج. هكذا يحصل تداخل وتحصل دراسة في التراث. نعم، نحن نعرف البعض، نحن عرب وتجمعنا العروبة، مطلوب أن نتعمق في بعضنا أكثر. أنا لا أريد أن يقف أمر التعرف على الكتب والتراثيات، لا، لا بد من معرفة معاصرة، هذا ما أدعو له. طيب أستاذ عبد الكريم، قبل ما نختم سهرتنا أو لقائنا الجميل والممتع والمفيد الحقيقة، قلت لي قبل شوي انه لما سألتك عن تجاوب الجمهور السوداني مع الاغاني العربية، فقلت لي في تجاوب جيد وممتاز وما في شك بانه متجاوب مع الاغنية السورية، ما هيك؟ نعم. قبل ما نختم هاللقاء، شو رأيك هلأ نسمع بصوتك اغنية سورية تختم لنا في اللقاء من الاغاني المحببة لك؟ يقولون اللهم لا تدخلنا في تجربة. أنا كنت في شبابي أغني الأغاني السورية. مين اللي بيعجبك قبل ما نسمع منك الأغنية من المطربين؟ أنا أولا التقيت الفنان الضخم الذي أحمل له مكانة كبيرة في دواخلي، الأستاذ صباح فخري. التقيته من قبل 20 سنة في أكثر من مكان، زار السودان وأحيا حفلات، ثم التقينا هنا في حفل كبير ضم مجموعة من الفنانين العرب، كان من بينهم الراحل عبد الحليم حافظ، وربطت بيني وبين المرحوم محمد خير. نعم، هذا صديقي، وتجمع بيننا صور فوتوغرافية متعددة، له صوت رخيم وكان متمكن من أداء القدود الحلبية. فطال الزمن. نعم، يا رب لا اسمع اي اغنيه بتريد تسمعنا اياها، اغنيه سوريه طبعا. الله يا طير الطير يا حمامة، عندي نبضم مروي هاتيلي من حب علامة الأسمر راوي. أنا على ديني جننتي، أنا على ديني جننتي.
على ديني عيش في حراوة. شكرا كثير استاذ عبد الكريم، مره ثانيه بنقول لك اهلا وسهلا فيك، ونتمنى تتكرر دائما زياراتك لسوريا. وانا بكل الصدق، والفن صدق، الفن الذي اعرفه هو صدق، لانه يحكي عن حياه الناس، فهو المراه الصادقه التي حملت وتحمل حياه الناس. وانا فخور بانتمائي للفن، وبكل الصدق عن نفسي وعن الإخوة الأحباب في الوفد الزائر أتقدم بالشكر العميق لكل الأحباب الذين لقينا منهم كرم الضيافة، ووجدنا منهم هذا الترحاب الذي رأيناه في العيون وفي الوجوه قبل أن يكون في المأكل والمشرب. فشكرا وجزاكم الله بالخير.